كاين شي جرائم اللي كيكون صعيب على العقل انه يتقبلهم، وخصوصا ملي غتعرفوا شكون هو الجاني وعلاش ارتكب الجريمه ديالو والطريقه البشعه اللي نفذ بها الجريمه ديالو. القضيه ديال اليوم من القضايا اللي كيضروا في الخاطر. شنو هي هذه القضيه وشنو وقع فيها بالضبط؟ اجي ونحكيها لكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تلقاكم هاد لا فيديو وانتوما كيف ما كتمنوا ان شاء الله، ومرحبا بكم معايا في قضيه جديده. القضيه ديال هاد الليله، الادله الجنائيه او البحث الجنائي كان عندها واحد الدور كبير باش توصلوا للمجرم، لان كاين شي قضايا اللي كيكونوا كاين فيها ادله جنائيه، وكاينين شي قضايا اللي ما كيكونوا لا دلائل لا بصمات، الشيء اللي كيخلي المحققين حايرين. وكاين بعض المرات اللي كتكون شي صدفه هي اللي كتحل داك الجريمه، ولاني في القضيه ديال اليوم كانوا كاينين شي دلائل اللي وصلهم للمجرم، واللي فعلا الناس كلهم تصدموا ملي عرفوا شكون هو المجرم وعلاش ارتكب الجريمه ديالو. ولكن قبل ما نتكلموا على الحلقه ديال هذا النهار، ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، واللي اول مره يشوف القناه ديالي وعجبو المحتوى طبعا ما ينساش انه يشترك باش دائما يوصلوا الجديد. سنة 2006 وبالضبط في واحد المنطقة في القاهرة اللي سميتها عزبة خير الله، واحد السيدة كبيرة سميتها الحاجة نادية. هاد السيدة كان زوج ديالها متوفي وخلى لها واحد الدار اللي كانت عايشة فيها هي وبنتها الصغيرة. هي كانوا عندها جوج ديال البنات، البنت الأولى سميتها ضحى كانت هي الكبيرة، مزوجة بواحد السيد اللي كان كبر منها تقريبا بثلاثين سنة، يعني ولادو قدها وكاين اللي صغر منها. هو مور ما توفات الزوجه ديالو، زوج بنتها اللي سميتها ضحى ولدت معاه يلاه واحد البنيته، ولاني هاد السيد تقريبا كانت غير مقابله، يعني كان هو راجل كبير شاف التقاعد ديالو تزوج بضحى غير باش تخدمو وتخدم ولادو اللي بقاو معاه في الدار. والبنت الصغيره كان سميتها ايمان، كانت خدامه واحد الوظيفه حكوميه. هي حتى البنت الكبيره حتى هي كانت خدامه في وظيفه حكوميه. الوظائف الحكومية في مصر كيخدموا التوقيت المستمر، يعني كيدخلوا مع التسعود وكيخرجوا مع الثلاثة ولا مع الربعة. البنت الكبيرة اللي سميتها ضحى كانت كتمشي للخدمة ديالها وكتجي في العشية كتخدم الزوج ديالها وتقابل الدار ديالها وتقابل بنتها. والبنت الصغيرة اللي سميتها إيمان كانت مقابلة الأم ديالها، لأن السيدة اللي سميتها الحاجة نادية كانت واحد المرأة اللي ما كتشوفش مزيان، يعني كانت لا كتبغي دير شي حاجة كتقربها حتى لعندها باش يلاه كتبان لها، يعني الشغال ديال الدار والطياب واي حاجه كديرها كانت كديرها بصعوبه، لان الانسان الا كان بينها وبينه تقريبا غير واحد المسافه ديال نص متر ما كتشوفوش وما كتعرفوش شكون هو. داكشي علاش لا الناس اللي ساكنين معاها ولا الجيران ولا المعارف كانوا دائما كيدخلوا عندها للدار ديالها وكيعاونوها الا خاصها شي حاجه كيقربوها لها. في الطياب كيدخلوا الجارات كيعاونوها، لان بنتها كانت ملي كتجي مع الثلاثه واخا كدير الشغل ديال الدار وكطيب ولكن كانت كتجي من الخدمه مساليه. كانوا الجيران كيدخلوا يعاونوا الام ديالها، وحتى هي كانت واحد المراه اللي كريمه، يعني دائما كتعطي حاجتها للناس، الناس ديال المنطقه دائما كتعطف عليهم، الا كانت مطيبه شي حاجه كتذوق منها الجيران ديالها، يعني كانت واحد المراه اللي محبوبه وكل شيء كيبغيها. واحد النهار في النهاية ديال شهر خمسة سنة 2006 بنتها مشات للخدمة ديالها عادي، ولكن ملي رجعت مع الثلاثة غتلقى أن الباب ديال دارهم محلولة واحد شوية. هاد شي بالنسبة لها كانت شي حاجة اللي عادية، لأن الأم ديالها كما قلت لكم دائما عندها الداخل والخارج، ديما الجيران كيدخلوا عندها، الدراري ديال الحومة كيجيو يتسخروا لها. داكشي علاش وخلقت الباب ديال دارهم محلوله دخلت وبدات كتعيط. ولكن الحاجه اللي جاتها غريبه ان لقات كاين واحد السهاد اللي في الدار اللي ماشي طبيعي. ان الام ديالها وبحكم انها ما كتشوفش، ملي كتكون شاعله التلفازه كتكون زايده لها في الصوت، وحتى ملي كتكون دايره القران او لا شاعله الراديو دائما كتكون زايده لهم في الصوت. وهي واخا مرة ما كتشوفش كانت في الدار ديالها كتحاول انها تتحرك في الدار، يعني ايمان كانت ملي كتمشي في العشيه غالبا كتلقى امها كدير شي حاجه، يعني كطيب اولا كتخمل الدار ديالها،
يعني واحد المرأة اللي كانت نشيطة في الدار ديالها. إيمان ملي دخلات بدات كتعيط على الأم ديالها، ولكن الأم ديالها ما جاوباتش. هنايا البنت بدات كتستغرب، بدات كتقلب ودخلت للبيت اللي كتكون فيه الأم ديالها. ولكن أول ما دخلت للبيت غتلقى الأرض عامرة بالدم. هنايا إيمان بدات كتهول، لأن بنت لها الأم ديالها ناعسة فوق الناموسية ومغطية. ملي قراتها كتكتشف أن الأم ديالها ميتة والفراش عامر بالدم، وداك الأم مقتولة بواحد الطريقة اللي كانت بشعة. بدات كتغوت تتجمعوا ليها الناس، الجيران، الناس اللي كانوا قرابين، أي واحد سمع الغوات ديالها طلع باش يعرف مالها. ملي شافوا داك المنظر وشافوا داك السيدة غرقانة في الدم ديالها اتصلوا بالشرطة. فعلا رجال الشرطة غادي يدوز واحد المدة اللي كانت بسيطة، وجاو. أول ما وصلوا وعينوا الجثة ديال داك السيدة والبلاصة اللي ترتكبت فيها داك الجريمة، لاحظوا أن القضية مباشرة كتتعلق بسرقة، لأن كاين واحد البلاكار ديال الحوايج اللي لقاو البيبان ديالو محلولين وطايحين الحوايج في الأرض. والبلاصة اللي كدير فيها الذهب ديالها والفلوس ديالها لقاوها مهرسة. هي كانت عندها واحد البواطة كتجمع فيها الفلوس ديالها وكتجمع فيها الذهب ديالها، لأن الزوج ديالها مور ما توفى خلى لها واحد المعاش اللي كان محترم. يعني هاد السيدة بالإضافة لبنتها اللي كانت خدامة كانت دائما عندها الفلوس ديالها. رجال الشرطة في الأول قالوا أن القضية كتتعلق بسرقة، وبأن الشفار دخل باش يسرق السيدة، وملي حصلاته غادي يقتلها. الجيران غادي يتصلوا ببنتها اللي سميتها ضحى وخبروها على داكشي اللي وقع للأم ديالها. وفعلا ضحى ملي جات دارت واحد الحالة، بقات كتغوت بواحد الطريقة هستيرية وكتقول لهم شكون اللي دار في الأم ديالي هاد الحالة. رجال الشرطة هزوا الجثة ديال داك السيدة اللي سميتها نادية وداوها باش يعرضوها على الطبيب الشرعي، ولكن الطبيب الشرعي ملي شاف الجثة ديالها وبدا في الخدمة ديالو كان عنده واحد الرأي واحد آخر. قال لهم هاد الجريمة ما عندهاش علاقة بالسرقة، لأن السارق وكان بغي يضربها غيضربها ضربة واحدة وغادي يهرب في حالاته. ولكن هذا اللي دار فيها هاد الحالة كان باغي يقتلها، لأن ملي قلب الجثة ديالها لقى فيها 17 طعنة اللي كانوا كبارين وغارقين، والمسافة ديالهم كانت قريبة. يعني المجرم كان قريب للضحية، يعني ما بين المجرم والضحية كانت واحد المسافة اللي قريبة، وكان كيضرب ويعاود بواحد الطريقة اللي كان فيها شي حاجة ديال الغل. يعني هذا كيعرفها وكان مصر أنه يقتلها، لأن الطعنات اللي لقاو فيها كانت متفرقة على الجسم ديالها. كانت عندها الضربة في عنقها، في قلبها، في كرشها، وفي بزاف ديال البلايص في الجسد ديالها. بالإضافة أنه ملي قلب الجثة ديال الضحية غادي يلقى واحد الأنسجة بشرية اللي كاينة تحت الضفرين ديالها. هنايا رجال الشرطة تأكدوا أن القضية كتتعلق بواحد العملية ديال القتل مع سبق الإصرار والترصد. يعني المجرم كان عارف شنو كيدير وكان باغي يقتل داك السيدة. هنا قرروا أنهم غادي يرجعوا للدار ديالها، بداو كيديروا الخدمة ديالهم، يعني بداو في العملية ديال البحث. رجعوا للدار ديالها وبداو كيحاولوا واش يلقاو شي بصمات، واش يلقاو شي أداة ديال الجريمة. ولكن القضية ديال البصمات كان شي حاجة اللي صعيبة شوية، لأن هاد المرأة كانوا كيدخلوا عندها بزاف ديال الناس، وحتى بالنسبة لأداة الجريمة ما لقاو حتى شي حاجة في الدار ديالها. ولكن الحاجة اللي غادي تجيهم غريبة أن الدار ديال داك السيدة ما كانتش مفروعة. يعني غالبا هاد السيد اللي دخل عندها للدار كان كيعرفها وحلات له بالإرادة ديالها. يعني إما غيكون كيجيها من العائلة، إما الجيران، إما شي واحد اللي هي كتعرفه. يعني وكا كان شي واحد اللي ما كتعرفوش أو لا شفار كان غادي يحاول أنه يفرع الباب يلا يدخل عندها. ولكن الباب كانت محلولة بالساروت، سواء محلولة من الداخل أو لا على برا. يعني هذا اللي دخل عندها إما عنده الساروت وموالف كيدخل للدار، إما دق عليها وهي اللي حلات له الباب. بدأوا كيسولوا الناس، وأول وحدين بدأوا بهم كانوا هما بناتها. بالنسبة لبنتها اللي سميتها إيمان قالت لهم أنا راه كنت في الخدمة ديالي، كندخل مع التسعود وكنخرج مع الثلاثة. هاد الوقيتة ما عرفاش شنو وقع للأم ديالي. وفعلا رجال الشرطة ملي داروا التحريات ديالهم تأكدوا أن بنتها هذاك النهار كانت كاينة في الخدمة ديالها. وبالنسبة لبنتها الأخرى حتى هي قالت لهم أنا راني كنت خدامة وهاد الوقيتة راني كنت كاينة في الخدمة ديالي. وحتى هي نفس الشيء، رجال الشرطة داروا التحريات ديالهم وتأكدوا أن هذاك النهار
كانت كاينه في الخدمه ديالها. هنايا رجال الشرطه بداو كيسولوا الناس اللي ساكنين معاها والجيران والاهالي ديال داك المنطقه باش يعرفوا هاد السيده شكون اللي كيدخل عندها وشكون اللي كيكون معاها وشكون اللي كيدخل عندها في وسط النهار ملي كتكون بنتها اللي سميتها ايمان ما كايناش. هنايا غادي يكتشفوا ان بنتها الصغيره اللي سميتها ايمان كانت وحده اللي كما كنقولوا مرضيه ديال الام ديالها، كانت مفاهمه هي والام ديالها، عمرهم ما كيسمعوا الصوت ديالهم. بالعكس ديال بنتها الكبيره اللي سميتها ضحى اللي كانت وقت ما تجي عند الام ديالها دائما كانوا كيتدابزوا وكانوا بيناتهم مشاكل. ملي سولوا الناس شنو هما هاد المشاكل قال لهم ان البنت اللي سميتها ضحى كانت باغا الام ديالها تبيع داك الدار اللي ساكنين فيها وتاخذ الحق ديالها ديال الورد، والام ديالها كانت وقت ما تدخل عندها ضحى كتهمها انها كتهز لها شي حاجه من الدار اولا كتسرق لها شي حاجه، يعني دائما كانوا كيتدابزوا بعضياتهم. هنايا رجال الشرطه غادي ياخذوا واحد العينه من بناتها بجوج بيهم باش يقارنوهم مع داك الانسجه البشريه اللي لقاو تحت الضفرين ديال الضحيه، ولكن بجوج بيهم تصابوا ما عندهم حتى شي علاقه، يعني داك الجلده اللي كانت تحت الضفرين ديال الام ما عندها علاقه لا بايمان ولا بضحى. هنا رجال الشرطه زادوا كتفوا التحريات ديالهم باش يعرفوا شكون هما اللي كانوا كيجيو عندها للدار ديالها. اكتشفوا ان كاينين شي جيران اللي كانوا كيدخلوا عندها تقريبا يوميا، حتى هما خداو العينه من عندهم ولكن تصاب ان ما عندهم حتى شي علاقه بداك الجلده اللي كاينه تحت الضفرين ديالها. هنا رجال الشرطه كان صعيب عليهم انهم يحدوا شكون هو الجاني، لان ملي بغى يقتلها غالبا كانت كتقاومه وداك الشيء علاش خبشاتو وبقات الجلده ديالو تحت الضفرين ديالها. بقاو كيسولوا الناس ديال الحومه والجيران واحد بواحد على ربي توصلوا شي معلومه، وفعلا واحد من الجيران غادي يقول لهم واحد المعلومه اللي كانت مهمه بزاف. قال لهم كاين واحد السيد اللي سميتو فرح وهو صديق ديال العائله كان دائما كيجي عند الحاجه ناديه، ولاني مؤخرا ما بقاش كيجي عندها بزاف، يعني ولينا مره مره كنشوفوه، وانا داك النهار اللي وقعت فيه الجريمه شفتو هنايا في الحومه، واش كان عندها في الدار ولا كان غير دايز الله اعلم. فعلا رجال الشرطه غادي يسولوا بناتها على داك السيد. البنت الكبيره اللي سميتها ضحى غادي تجاوب بواحد الطريقه اللي كان فيها شويه ديال الغموض، قالت لهم هذا السيد مابقاش كيجي عندنا، اصلا ما بقات بيننا وبينه حتى شي علاقه. هنا رجال الشرطه الطريقه كيفاش جاوباتهم وكيفاش كانت متسرعه في الجواب ديالها دخلت لهم واحد شويه ديال الشك، داك الشيء علاش بغاو يعرفوا الاسم الكامل ديال داك السيد وشكون هو وشنو كيجيهم. قالوا لهم ان هذا السيد هو غير صديق ديال العائله وتقريبا مربي معانا، ولكن ملي سولوا الجيران والناس اللي كيعرفوا داك العائله كلهم بداو كيلمحوا ان كاينه شي علاقه ما بين البنت اللي سميتها ضحى وداك السيد اللي سميتو فرح. وفعلا رجال الشرطه بداو كيديروا البحث ديالهم وتوصلوا لهذا السيد اللي سميتو فرح وعرفوا الدار ديالو فين كاينه اللي كانت ما بعيداش بزاف على الدار ديال الحاجه ناديه. ملي مشاو عنده وبداو كيبحثوا معاه قال لهم انا هذه راه مده طويله ما مشيت للدار ديال داك السيده، راه ملي ولات ما كتشوفش وقت ما ندخل عندها كتهمني بالسرقه، كتقول لي هزيتي لي شي حاجه ولا ديتي لي الفلوس ولا هزيتي لي هادي ولا هادي، داك الشيء علاش وليت ما كنمشيش عندها وكنتهنى مع راساتي. ولاني داك الطريقه باش كان كيهضر كان فيها واحد شويه ديال الارتباك اللي كان ملحوظ. رجال الشرطه لاحظوا ان السيد مرتبك وكله كيترعد والطريقه كيفاش كان كيهضر كان يلاه كيخرج الهضره. ملي سولوه مالك قال لهم هاد السيده انا راني تربيت في الدار ديالها وواكل الماكله ديالها وكنت كنعس عندها، يعني حاسبها بحال الام ديالي، واخا داك الاتهامات اللي كانت كتهمني ملي سمعتها ماتت طبعا راها بقات فيا. ولاني رجال الشرطه هاد الهضره كلها كانت بالنسبه لهم غير تخربيق، داك الشيء علاش غادي ياخذوا منه واحد العينه وغادي يقارنوها حتى هي بداك الانسجه اللي لقاو تحت الضفرين ديال الضحيه. وفعلا هنا غادي تكون الصدمه لان النتيجه غادي تخرج مطابقه بالنسبه ديال 100%. هنا رجال الشرطه غادي يوجهوا له اتهام مباشر بانه هو اللي قتلها، ولاني هو بقى ناكر قال لهم انا راه ما قتلتهاش والنهار اللي ماتت فيه راني ما جيتش لعندها، انا راني كنت عندها ليله قبل جيت باش نشوفها ولكن هي غير شافتني تعصبات وبقات كتحاول انها تخرجني داكشي علاش خبشاتني في يدي والجلده ديالي بقات في الضفرين ديالها.
ولكن يمكن كان هذا السيناريو حقيقي، هاد السيدة كانت مرة اللي كتصلي ومرة اللي كتقوم الليل، يعني غالبا راها توضات ماشي مرة ماشي جوج، وكا كانت بصح بقات الجلدة ديالها تحت الضفرين ديالها ملي توضات باش تصلي او لا دارت شي حاجة في الدار ديالها، يعني داك الجلدة كانت غادي تحيد. هاد الهضرة كانت بالنسبة لهم شي حاجة اللي ما عندها حتى شي اساس، داك الشيء علاش بداو كيضغطوا عليه باش يعترف شنو وقع بالضبط داك النهار. وفعلا من بعد ما ضغطوا عليه واحد المده طويله غادي يبدا كيعترف. قال لهم انا وبنتها الكبيره اللي سميتها ضحى هذه مده طويله وحنا على علاقه مع بعضياتنا، مور ما تزوجت بداك الراجل اللي كان قد الاب ديالها ولدت معاه بنيته غادي تصاب بواحد العجز. انا ملي سقت الخبر لهاد القضيه بديت كندور بضحى، وفعلا غادي تربطني انا وياها واحد العلاقه. ولكن فين كنا كنتلاقاو؟ كنا كنتلاقاو في الدار ديال الام ديالها، كانت كتخرج للخدمه في الصباح كتمشي للدار ديال الام ديالها مور ما كتخرج اختها من الخدمه، كندخلوا للبيت. الام ديالها ما كانتش كتشوف، يعني عمرها ما كانت كتلاحظ الوجود ديالي، كانت ملي كتقول شكون كتقول لها راه غير انا جيت ارتاح واحد شويه. راكي عارفه الدار فيها الراجل وولادو وبنتي، كنجي نعس هاد النص ساعه اولا ساعه ديال المكانه باش نمشي للخدمه ديالي وانا مرتاحه. ولاني الام ديالها كانت شاكه في شي حاجه بيناتنا، داكشي علاش كنت وقت ما نمشي عندها للدار كتجري عليا، وحتى بنتها كانت ملي كتسمعها دخلات كتجري عليها وكتبدا كتغاوت هي وياها، وخصوصا ان ضحى كانت كطالب ان داك الدار اللي عايشه فيها الام ديالها تباع وتاخذ حقها في الورد. حتى غيجي النهار اللي الام ديالها حصلتنا بجوج بينا، يعني مور ما دخلنا للبيت لقاتني انا وبنتها اللي سميتها ضحى بجوج بينا، وشافتني وعرفتني شكون انا. تما بجوج بينا غادي نقرروا اننا نتخلصوا من الام ديالها، واللي شجعتني انني قتل الحاجه ناديه كانت هي بنتها اللي سميتها ضحى، هي اللي مشات للكوزينه وجابت السلاح ديال الجريمه وقالت لي تخلص منها، منها ناخذ الورث ديالي ومنها ما ديرناش الفضيحه، لان الزوج ديالي لا ساق لي الخبر لهذا الشيء راه بصح غادي يصيفطني للحبس وغادي نخرج من داك الدار لا ريال لا جوج، يعني غتصدق ما هي بالدار ديال الام ديالها ما هي بالدار ديال الزوج ديالها. وفعلا داك الشيء اللي داروا، الام دخلوها البيت النعاس باش ما تغوتش وديو لهم شي فضيحه. بالنسبه لبنتها كانت شاده الام ديالها من اللور، والجاني اللي سميتو فرح كان كيوجه للام شي طعانات اللي كان فيهم بزاف ديال الغل وبزاف ديال الانتقام، لان كان وقت ما يجي عندها للدار كتجري عليه وكتهمه بالسرقه. داكشي علاش كان ملي كيقتلها كان مصر انها يقتلها بواحد الطريقه اللي كانت بشعه. هاد الام مسكينه كانت كتحاول ان تدافع على راسها، داكشي علاش خبشاتو في يديه ولقاو الجلده ديالو تحت الضفرين ديالها، يعني كانت واحد الامكانيه ديال ان بنتها تشد لها يديها وهي ما غتخبشوش وعمرهم ما غيوصلوا للجاني شكون هو. ولاني دائما كما كنقول لكم في الجرائم ربي كيخلي واحد السبب باش يتعرف المجرم شكون هو. رجال الشرطه ملي بداو البحث مع البنت ديالها قالوا لها انت كيفاش مشينا للخدمه ديالك وسولنا الناس اللي خدامين معاك، وكل شيء قال ان داك الصباح كنتي كاينه في المكتب ديالك. قالت لهم انا دائما الخدمه ديالي كنمشي معطله بساعه اولا ساعه ونص، وداك الوقيته هي الوقيته اللي كنتلاقى فيها انا وفرح في الدار ديال الام ديالي، وتا داك الصباح اللي درنا داك الجريمه رجعت للخدمه ديالي وخدمت عادي بحال لا موقع حتى شي حاجه. داكشي علاش ملي سولت الناس اللي خدامين معايا كلشي شهد انني كنت في المكتب ديالي داك الصباح، وحتى فرح بقى واقف وحاضي حتى ما كان حتى شي واحد في الدروج. داك الساعه مشى في حالاته ولكن الباب ديال الدار نساها محلوله. رجال الشرطه هنايا وكلشي كان مصدوم من الاعترافات ديال بنتها والعاشق ديال بنتها، وفعلا لا بنتها ولا العاشق ديالها غادي يدوزوا للمحاكمه وغادي يتحكم عليهم بالاعدام شنقا. اختها اللي سميتها ايمان كانت ما متيقاش داكشي اللي واقع، وحتى الزوج ديالها هو ولادو ملي سمعوا ان كانت عندها علاقه مع فرح غادي يشكوا في النسب ديال داك البنيته اللي كان في العمر ديالها تقريبا 8 سنين، وغادي يطالبوا ان دار لها واحد الخبره. ولكن البنت غادي تصاب بنتهم، وما ملي سمعوا ان كانت عندها علاقه مع داك السيد قالوا ان ممكن حتى هاد البنيته ما تكونش بنتنا،
داكشي علاش طالبوا بالخبره باش الا تصابت ماشي بنتهم ما تستفدش من الورث. الزوج ديالها واخا كان راجل كبير كانت عنده مجموعه ديال الممتلكات، داكشي علاش ضوحه كانت كتقولها انا دايره ما بغيت مع العاشق ديالي وراجلي انا عايشه معاه، غيجي النهار اللي غادي يتوفى فيه وغادي نورث، بالاضافه للورث اللي بقى من الدار ديال با، يعني غادي نجمع واحد المبلغ اللي ماشي ساهل، غادي نامن المستقبل ديالي وداك الساعه نتزوج بمن بغيت. ولكن صدقات ما هي بالورد ديال الزوج ديالها، ما هي بالورد ديال باها، ما هي براجل، ما هي بعاشق، سالت لها بالاعدام. واللي بقات فيا هي داك البنيته ديالها اللي بقات مع ولاد الزوج ديالها اللي هما اصلا كانوا كاع ما حاملينهاش. القضيه ديالي هنا غادي تسالي. نتمنى من اي واحد شاف هاد القناه وعجبو المحتوى ديالي ما ينساش انه يشترك باش دائما يوصلوا الجديد. السلام عليكم.